عايز اتكلم مع حضرتك عن المسابقه المحليه في مصر والوضع الراهن دلوقتي، وشايف مين الاقرب لحسم اللقب، الاهلي ام الزمالك؟ الزمالك طبعا. عشان انت حضرتك زملكاوي فبتتمنى. طب لو طبعا الزمالك فرقه محترمه كبيره، وفرقه النادي الاهلي فرقه محترمه ولعيبه محترمه جدا، وعنده لعيبه كبيره جدا، وعلى فكره كلنا اصحاب وكلنا حبايب، كابتن طارق محروس وكابتن حسين وقبليها كابتن باسم، كلنا كلنا بنتواصل مع بعض. كرة اليد في تواصل جامد، يعني انا لسه قبل ما اجي مكلم جوار نبيل وسلمنا على بعض، هو موجود في افتتاح القناة وببارك له على قناة النادي الاهلي. تمام. فدايما بنتواصل مع بعض، في حب ما بيننا. لكن فرقة الزمالك فرقة قوية وعندها باع في كرة اليد، وهي مدرسة كبيرة وبتعرف ازاي تحصد بطولات. فعشان كده دايما بقول الزمالك هو دايما اقرب يعني. لكن فرقه الاهلي لا اقلل من شانها، فرقه محترمه جدا، وعندنا فرق كتير، عندنا هليوبلس وعندنا الجزيره وعندنا الجيش وعندنا سبورتنج وعندنا سموحه، يعني في فرق بـ 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 بتحاول ان هي كمان ترجع، عندنا الاولمبي، عندنا بورسعيد، عندنا فرق كبيره يعني في كره اليد. طب الوضع الراهن دلوقتي الزمالك عنده مواجهتين، عنده سبورتنج والاهلي. النادي طبعا الاهلي عنده طلائع الجيش اللي بيسعى للمشاركه الافريقيه او حسمها، يعني خلاص ان هو ممكن يشارك افريقيا. لو قلنا ان الاهلي والزمالك هيكسبوا الماتش ده وراحوا للماتش خلاص اللي اجمعهم في نهايه المسابقه، النادي الاهلي لازم يكسب، الزمالك اي نتيجه ايجابيه التعادل تكفي ان هو يحصد اللقب او طبعا المكسب. يعني شايف حظوظ كل الفريقين ايه في المباريات المتبقيه، وهل ممكن تحصل مفاجأة تحسم اللقب أصلا قبل المباراة اللي هتجمع الأهلي بالزمالك، ولا ممكن نشوف مباراة فاصلة كمان؟ ما أعتقدش، يعني الأهلي والزمالك هيبقوا حريصين إن هم يحافظوا على إن هو يوصلوا للمباراة النهائية، لأن أي وقع للأهلي في الماتشات هتدي الزمالك الدوري، وأي خسارة لنادي الزمالك هتخلي نادي الأهلي يقرب إن هو ياخد الإيه؟ الدوري. يبقى أنت الزمالك خلاص هتبقى المباراه النهائيه لازم حد يكسب لو الزمالك خسر، لكن اعتقد الاثنين هيحافظوا وهتبقى المباراه في الملعب، ودي طبعا بتبقى بطوله لوحديها الاهلي والزمالك، فاعتقد ان الاثنين يعني هيبقى في قتال، بس قتال محمود يعني على لقب الدوري، يعني لان بصراحه الاثنين بيبذلوا مجهود جامد، وفي الاخر قوه الاهلي والزمالك هي بتفيد منتخب مصر، بتطلع عناصر كويسه وعناصر جيده، بس بعيد عننا زملكاوي انا شايف الغلبه هي النادي الزمالك، يعني قوه اللعيبه اكتر، وجود اللعيبه الاكتر مع مجموعه الشباب اللي تعاقدوا معاها، فاعتقد الافضليه لنادي الزمالك، لكن في الاخر المباراه في الملعب. تمام. طيب